بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابتي والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المناجي الشافعي المصري القاهري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشفراحيه في الدارين، آمين. وما زلنا في النوع 46 في أساليب القرآن وفنونه البليغة، وما زلنا في القسم الثامن من أقسام الحذف وهو الاختزال، واليوم نتكلم على حذف المعطوف عليه. أمثلة: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، يعني أي لو ملكه ولو افتدى به. يبقى إيه يعني كلمة لو ملكه دي؟ يعني إيه ده المعطوف عليه، لأن هو لو ملء الأرض ذهبا ولا يملكه، لا يفتدي إلا بما يملكه، فهي مقدرة فيه، مقدرة محذوفة. فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو ملكه ولو افتدى به. ويجوز حذفه مع حرف العطف أيضا، يعني حذف المعطوف عليه مع حرف العطف، كقولي: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، فعدة من أيام أخرى. شفت فأفطر أي الفاء حرف عطف وأفطر، فهمت بقى إزاي؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي فأفطر فعدة من أيام أخرى. وقوله: أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، هو انفلق بمجرد ما ربنا قال له اضرب ولا لما ضربه؟ يبقى ضرب، مش كده؟ يبقى أن اضرب بعصاك البحر فضرب فانفلق، مش كده؟ التقدير: فضرب فانفلق، فحذف المعطوف عليه وهو ضرب، وحرف العطف هو الفاء المتصلة بانفلق، فصار فانفلق، فالفاء الداخلة على انفلق هي الفاء التي كانت متصلة في ضرب المحذوفة، وأما المتصلة بانفلق فمحذوفة. ما عرفش هما دخلوا في الحتة دي عرفوها ازاي، يعني مش عارف، لكن على أي حال بيعللها كذا ابن ايه؟ ابن عصفور والأبذي. الأبذي اقراها صح كده. وكذا زعم ابن عصفور، ابن عصفور ده بيجيبها وهي طايره، مش عصفور بقى، يجيبها وهي طايره. والأبذي قالوا: والذي دل على ذلك، هو عايز يدلل لك ان الفاء اللي داخله على فانفلق محذوفه، لكن الفاء دي هي اللي كانت فضرب، فهمت بقى ازاي؟ والذي دل على ذلك أن حرف العطف إنما نوى به مشاركة الأول للثاني اللي يفضر بالمحذوفة، الثاني اللي احنا قلنا ايه؟ اضرب ده الأول، فضرب ده الثاني، فهمت؟ فإذا حذف أحد اللفظين اللي هو فضرب بقى الثاني، يعني أعني لفظ المعطوف أو المعطوف عليه، ينبغي ألا يؤتى به ليزول ما أتى به من أجله، فلا يؤتى يعني بنفس حرف العطف. وقال ابن الضائع: ليس هذا من الحذف، اعترض بقى على الكل بقى، ده ايه يعني؟ قال لهم: قوموا بقى، انتوا كنتوا بتجيبوا امثله في باب مش بابه اصلا، ده مش من باب الحذف اصلا. ليه يا ابن الضائع؟ ليس هذا من الحذف، بل من اقامه المعطوف مقام المعطوف عليه، لانه سببه، ويقام السبب كثيرا مقام مسببه، وده من باب المجاز، إقامة السبب من باب المسبب. وليس ما بعدها معطوفا على الجواب، بل صار هو الجواب بدليل فانبجست. إيه في قوله إيه؟ اضرب الحجرة إيه؟
بعصاك فانبجست، وهو جواب الأمر. حذف المبدل منه، اختلفوا فيه وخرج عليه قول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. يعني ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، بتصف الكذب بإيه؟ بتحلل أشياء ربنا حرمها، أو تحلل أشياء ربنا حل إيه؟ حرمها، بالعكس. فاعتبر إيه اللي هو الكذب ده؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، أي بالافتراء على الله ما لم يحرمه، هذا حلال وهذا حرام. فهمت بقى؟ حذف الموصول، أسماء الموصول اللي هي الذي والتي وإيه ومن وما، مش كده برضو؟ وبعدين التي بقى إيه بكل تصرفاتها المفردة، واللتان المؤنثة، واللاتي، والذي والإيه والذين. حذف الموصول، قوله: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، يعني والذي أنزل إليكم. شفت بقى؟ والذي أنزل إليكم، لأن الذي أنزل إلينا ليس هو الذي أنزل إلى من قبلنا. فهمت بقى؟ لما جمع الاثنين لابد يبقى في فرق، لأن أنزل إلينا احنا القرآن، وأنزل إليهم هم إيه؟ التوراة والإنجيل. قول: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، يعني والذي أنزل إليكم. ليه؟ لأن احنا لو ما اعتبرناش ان في حذف، هيبقى اللي أنزل إلينا هو اللي أنزل إليهم، هو هو. فهمت بقى ازاي؟ فلا بد من ايه؟ من التفريق. لأن الذي أنزل إلينا ليس هو الذي أنزل إلى من قبلنا، ولذلك أعيدت ما بعد ما في قوله. عشان كده في بعض المواضع الأخرى في القرآن أعاد ما، مع ان هنا محذوف. قولوا آمنا بالذي، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، قال إيه؟ وما، شوف، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، دي في البقرة. طب وفي آل عمران: قل آمنا بالله، قل وما أنزل علينا، لأن هو نزل عن النبي. فهمت بقى إزاي؟ فهنا لما الكلام متوجه للنبي قل، فقال علينا، لكن لما احنا نزل الينا مش علينا. فهمت بقى ازاي؟ ادي الفرق بين آية البقرة وآية آل عمران. آية البقرة الينا، لان الكلام بيتكلم على الاتباع، على لسان الاتباع اللي هم الامة نفسها، فانزل اليهم ايه؟ من خلال النبي الذي انزل عليه. لكن في آل عمران الكلام على النبي نفسه. فلما قال قل آمنا بالله وما أنزل إيه؟ علينا هنا. فهمت بقى إزاي؟ عشان بتقول إيه ليه هنا علينا وهنا إلينا؟ هو هي التنويع عبارة؟ لا، فيها معاني دقيقة، خد بالك. وهو نظير قوله: آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي، شوف ما ايه جاب الذي هنا، الذي انزل من قبل. كل ده ليبين ايه؟ ان الكتاب اللي انزل علينا غير الكتب اللي انزلت عليهم، ولكن جاء في موضع واحد ما كررهاش. ليه؟ باعتبار ما هي مذكوره قبل كده. فهمت بقى ازاي؟ علشان كده احنا قلنا الحذف لا يكون الا اذا كان هناك قرينه على ايه؟ على حذفه. والقرائن على حذف الايات اللي هي لم يحذف فيها. فهمت بقى المسألة؟ وقوله: ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، يعني ومن هو سارب بالنهار. واضح؟ يبقى مستخف وسارب يعني واضح. في النهار تبقى كل حاجة واضحة، واحد ماشي في عز الشمس الناس كلها شايفينه، يبقى سارب هنا بالنهار يعني ايه؟ يعني واضح في النهار. أي ومن هو سارب بالنهار. وقول: وما منا إلا له مقام معلوم، يعني إيه؟ أي وما منا إلا من له مقام معلوم. شوف، من له، حذف من إيه؟ وشرط ابن مالك
في بعض كتبه لجواب الحذف كونه معطوفا على موصول آخر، ويؤيد هذه الآية، قال: ولا يحذف موصول حرف إلا أن، كقوله تعالى: ومن آياته يريكم البرق، ومن آياته أن يريكم، مش كده؟ حذف أن. ومن آياته أن خلقكم من نفس واحد، مش كده؟ ولكن هنا حذف أن. ومن آياته يريكم البرق. حذف المخصوص في باب نعم نعمة إذا علم من سياق الكلام، خليها بكرة بقى. حاكم الزركشي ده لازم تاخد منه جرعة قليلة، وإلا يجي لك نوع من التسمم العقلي، لأنه عايز تركيز. وإحنا قلنا لما هنخلصه هنقرأ تاني، ولما نقرأ تاني نقرأ تالت، فهمت؟ لأن دي في كتب كده ما ينفعش تجيبها بقراية مرة واحدة، لازم تعرف الحكاية كده. ليه؟ لأنه مقرر مش محذوف، فهمت؟ اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه اللهم صل أفضل صلاة على صديقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكري الغافلون.